سمك ودجاج. دجاج يعني بانواعه. وش اسمه؟ شكرا، يعطيك العافيه. بالعافيه. الله يعطيك العافيه. شكرا. سمك سمك شيء. جيب لي غازات. عطنا مياه غازيه. ها ابوي سفن الحين. هذا شنو؟ هذا ذره. سم. لا لا ما عندك. عندك عندك. انا ما ابغى. عندك حبيبي. انا والله والله شايله عشانك. طيب اسمع، ما انا ما طيب رد نزل. طيب ها دقيقه. معلش بتحط لي هات صحنك. ايش هذا؟ لحم. ايوه هات صحنك. اشكرك بعنف. ليش؟ خلص مدير. شكرا. ازيدك. شكرا حبيبي ياسر والله. الله يسعدك يا رب. تذكر ايام زمان. الله يسعدك. ايام الكرسيده انا وياك. والله انا كانت عندي كرسيده، لا تخليني اصدق. اذكر اذكرك ترى كرسيده يوم تفر في الحاره الحمد لله. اذكرك. لا تخليني اتمقلب. اذكرك يوم تلعب كوره. اذكر. لا تخليني اتمقلب. السلام عليكم. خلاص كفي؟ بس خلاص. لا هناك في اكل ثاني مره. هذا ناصر. رز سلطات. ناس تسحروا وخلصوا. وانا واقف في هواء. والله ما في. اما ما في بره بره. سامي يقول في هواء. انت كيف عارف في هواء؟ سامي 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 يقول في هواء حتى هنا. هناك الهواء مو بينه. لا كله الاثنين. ما فيه عصير. تعال يا ناصر تعال. ما في هواء. لبن. الهواء داخل. ها؟ في جوا. والله داخل. زوا. هذا زوا وسوا. ما في ما في تعال. ما في والله تعال. أنا وأمان حبيبة الرحمن هنا ربيع النور يحلى بها رمضان شبابنا معنا. الحين كان بجداء. أول وين؟ كان قبل يدرس تقريبا من قبل خمس سنوات. ايه تقريبا. ايوه اللي ما حتى ما ينطق الحروف زين. لو سمحت حط راسك هذا تجيب. وفيه حط راسك فيه. في احنا بالعمل عندنا واحد يقول لك عارف معيش ايش تقول لك؟ اشخاص معينين صوتهم سبحان الله مختلف. يعني جبت اصواتهم اثنين. والله ما ودي اقلدهم. روح روح ما عندك. واحد واحد كل ما جانا في الدوام يقول هلا والله شلونك كذا. هلا والله عاد ضحكته كذا يا 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 سبحان الله. سلام. اجل انت يعني لما قلت لي هالكلام استشعرت انك يعني مهاره الببغاء. الببغاء كذا الببغاء ترى جديد. اي ترى جديد على الصوت هذا. لا لا سمعنا سمعنا. لاني شريت ببغاء تقريبا قبل ثلاث شهور. صوته كذا مزعج. ما هو يعني شو اسمه هذا. اذا كان ما هو مروض. ممتاز. اذا كان ما هو اذا مو مروض ولا اذا كان خايف. ايوه كذا. اسمع اسمع ايش اسمه الببغاء؟ الببغاء جمع اصوات. كوكو ايه كوكو اطلع كوكو. نفسه قاعد تسويه. صدق اللي قاعد تسويه. اللي قاعد تسويه في امريكا في عروض يعني ناس عندهم نفس الموهبه هذه. لو ياخذوا على فلوس. فلوس ايه يا شيخ اقسم بالله ملايين. يعني المتقنين للصنعه هذه والمشهورين في الصنعه هذه يقدم عروض مضحكه للناس وما شاء الله يحضر الاف. طبعا يحضر الاف معناها جربت هذا الفن اللي يكون معك شخص يعني كأنه بيتكلم بس تتكلم وانت فمك مو واضح انك ايه اللبسنك. انا سويت له حركه اللي هو حركة الدمية. سويتها بالسناب شات عندي. اجيب قصه كذا احط كاركتر ورسم طبعا ارسم واحط صوت عليه. هذا الشخصيه هذه هذا الشخصيه هذه واسوي قصه بينه. حلو. عاد والله جتها مشاهدات. ما
بس كل فترة وقطع القصة عاد من الشعب والله تهوى شو شباب مع الوقت عبد الله يتعلم منك بعض المهارات ان شاء الله صير مقلد ولا تمديد ما ودك ليه يا اخي لا وحده ولا وحده انت علي انت بنتي والله علاجك قال طريقه مختلف قال زبادي الجوهر قال الزبادي قال زبادي الجوهر عالي ما في غيره الأم تركيزه يا أخي مو كذا ما شاء الله والله شوف أنت تدور في مخه بتلاقي بس كله عبارة عن جمل جمل سماجات والله مو طبيعي ما شاء الله والله مو طبيعي الله يقلع بريزك يا عزيزي بديت أسرح عبد الله بدأ يخوفني عبد الله بدأ يخوفني بلا ليه؟ كيف كيف طالع ايه عبد الله ترى فجأة يمكن يعرف ايه والله مو طبيعي فجأة كذا شكله يخوف الله فجأة يبدأ والله أحس فجأة يركض أحس العصب والله علي أنت ما شاء الله عليك حل علي هذا أعوذ بالله إذا عصب ترى لا يورينا ذاك اليوم تعال أحمد أحمد ها أنت يقول لا سمح الله إن عصبت الله لا يورينا ذاك اليوم الله لا يجيبه اتق شر الحليم إذا غضب لأنه إذا غضب يمكن ياكل التمران يمكن نسبته متى غضب تمران ولا شيء ها متى غضب عبد الله ايه متى غضب ما غضب بس اذا غضب اعوذ بالله ان شاء الله ما يغضب الا لله لا يا رب ما يغضب يطلع لنا الوحش اللي في داخله النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يغضب بس لله وكان اذا غضب يعني بانت عروق في جبهته من شدة غضبه صلى الله عليه وسلم بس ما يغضب لنفسه ما يغضب على كل ما صار له صارت له اشياء كثيره جدا 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 من اذيه يا شيخ تخيل تطلع انت من بيتك والناس رامين زباله عند باب بيتك الجيران وانت عارف مين هم وكل ما تطلع يرموا زباله تخيل انت ساجد مع رحت المسجد مثلا ورحت المسجد وحطوا على ظهرك وانت ساجد نفسه الجيران ذول يحطوا احشاء الجمل ورموه على ظهرك كذا ايش حتسوي بالله الله نجاسه ودم دم ونجاسه لما تجي بنتك الصغيره تجي هي تشيل النجاسه هذه من ظهرك وانت رجال يعني مو عمرك 20 سنه وعمرك 40 سنه رجل لك عقلك ولك مكانتك ولك هذا اللي حدث لمحمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما كان يغضب لنفسه لله يا الله وكان رحيم شوف يبغى الهداية له يعني فاطمة يعني رحمته فيهم وصبره على أذيتهم في نفس الوقت كل هذه مغلفة في حب لله عز وجل ودعوة لدين الله عز وجل الله من يملك صبر الخليل صلاة الله وسلام عليه سؤال مين من يملك والله شيء عجيب سبحان الله يا واحد تعلم انت لو اوذيت في سبيل الله خلاص لله لا 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 تعتبر انه هذا لا ترجع شغله حدود نفس يعني مثلا انت رحت لقيت محاضره في مكان معين يا عبد الله وخلال المحاضره بعد المحاضره صار لك موقف يعني الناس نفروا منك رموا عليك حاجه قالوا لك اطلع رموا عليك قرط موي في وجهك مثلا خلاص تقول هذه لله عادي لا. لو انت جاي تتكلم عن نفسك وصورك كذا شيء ثاني بس انت جاي تتكلم عن الله ووديت في سبيل الله خلاص وهنا يفرق اصلا ربما لا تتوقع ان هذا يعني شيء عبث مر يعني مر الكرام او على هامش الموضوع لا يعني شيء انت وديت فيه الله عز وجل في نفس الوقت قاعد يختبر صدقك
اختبر صدقك الله عز وجل. الله. بعضهم يقول انا والله انا بروح مثلا الحين بروح اتصدق على الناس. ممتاز اخذ والله شو اسمه الصدقه هذه روح وداها عنده. يوم وصل عند الناس قالوا مثلا والله ترفق عليه بطريقه معينه يعني ما عجبته قالوا يا اخي مثلا ما قاعد تجيب لنا مثلا الا رز كل شويه رز 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 لما تغير مصنعه مثلا. بعضهم يقول بعض الان يطلع الصدق والصبر فعلا وان الشيء هذا لله ولا مو لله. الله اكبر. الشق الاول يقول لك والله ابشر ما لكم الا طيبه الخاطر وهذا اللي هذا اللي نغفيه وهذا اللي يوصل الله السلام عليه صفوه. الشق الثاني لا مختلف. انا قاعد اجيب لكم واسوي وافعل واتعنى وهذه اخرتها اتمنى. مرار مشارط هنا هنا يبان الصدق هذا لله ولا مو لله. يبان المواقف هذه تبرز ما لله ما لله. انت معن السؤال صراحه. جيت بتنصح واحد جيت بتنصح واحد طيب تنصح يعني واحد من اصحابك جيت تنصح نصيحه كذا شفت تبدا تنهى عن منكر معين ولا تمر معروف واحد صاحبك لما جيت عنده قال لك لا تكلمني ما ابغى اتكلم ايش حتسوي؟ حاحاول اتفاهم معه بطريقه انه اهديه لا لا تكلمني بدر ما يتقبل النصيحه. شوف نوح عليه السلام كان يروح عند الناس يعرضوا عنه ويهربوا منه ويقفلوا آذانه فكان يأشر إلى السماء إنه مثلا هذا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا والله سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن نعبده ومع ذلك هم كذا مقفلين آذانهم. كان يدعوهم لبث فيهم ألف عام إلا قليلا إلا 50 يعني 950 سنة يدعو فيهم وهم ما غير مقفلين آذانهم ويهربوا منه ويبعدوا عنه. تخيل هذا الشيء وما آمن معه بعد هذا كله 950 سنة إلا قليل. لما الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أنه يبني السفينة تخيل بدأ يبني السفينة قبل الطوفان صاروا يمروا فيه واستهزئوا فيه سفينة وفي الصحراء جن هذا النبي أصبح مجنون طول حياته يعني من يوم بدأ الدعوة إلى ما يعني الله سبحانه وتعالى أمر وحدث الطوفان وهم يستهزئون فيه سبحان الله. حتى ابنه يعني حتى ابنه يعني يا بني اركب معنا اركب معنا ابنه حتى ابنه ما تقبل منه. أنت متخيل يعني كل الناس يعني أنت لو الناس كلها تعرض عنك بس ترجع البيت تلقى زوجتك وابنك وكذا تنسى الدنيا وخلاص عادي خلي الناس اللي برا بكيفهم صح ولا لا؟ صحيح. انت تقعد في محيطك حتى ابنه قال ساوي الى جبل خلاص اكبر الله منك الذي اكبر امراه نوح الله ابنه وامراته كانت تحت عبدين من عبادي الصالحين فخانتاهما شو سبحان الله. في الحديث ايضا بيقول لك ياتي النبي يوم القيامه ومعه الرهط ياتي النبي ومعه يعني شخص وشخصين يأتي النبي وليس معه أحد. تخيل النبي مدة دعوته ما آمن على يده ولا أحد سبحانه وهو نبي. تخيل هل ينقصه شيء؟ نبي هذا ما ينقصه شيء يعني أنت لا تقول والله والله نصحتهم ما تغيروا نصحتهم ما استفادوا نصحتهم ما هذا عادي النبي ما يؤمن مع أحد مو مشكلة. أنت ما عليك ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي ما يشاء. أنت عليك واجب النصيحة الأمر معروف أنها منكر بس خلاص. يا ياسر اضبط وضعك الآن ترى قلوب الناس رقيقة قلوب الناس ترى يعني لا مثلا تجي لتنصح واحد لك يا أخي هذا ما يعبد لا صلاة ولا عبادة ولا يهتدي ولا الله يهدينا ويهدي. طب ليش بتحكي عليه هيك؟ جرب أنت جربت ترى الناس والله بتحب الرجوع للخير تحب رجوع الله عز وجل مجرد كلمتين ثلاثة. وفي ناس ما يقدر يوصلهم أحد إلا أنت ترى معي والله أخوانك أخواتك أبوك أصحابك الناس اللي حولك حتى لو ناس يبغوا واحد شباب زيك يمكن من أهل سوريا أنا ما أقدر يمكن ما أعرف أحكي مع أهل سوريا مثلا لأني ما لهجتي مو زيهم بس أنت لو رحت لشباب من أهل سوريا مثلا حيتقبلوا منك أنك تحكي لهجتهم مثلا فأنت الأمانة عليك أعظم زي كذا انت يعني كل واحد يقدر يفيد احسن من الثاني تنافس في الخير. انا عندي انا مثلا ماجد دائره تاثيري محدوده حتى انت دائره بس انت القضيه لا تقصر في دائره تاثيرك هنا القضيه لا تقصر ابدا
الله الله يهدينا ويهدي الجميع ويعز الدين يا رب. لا مو خلاص هو انه لازم لا لازم هذا اقصى شيء ولا تحرك تبع واحد ان حتى العضلات تصير وقت والصفار يكون الحمد لله ان شاء الله هو معلن عشان لا تكتب تلقى شيء مو طبيعي اذا شربت الشاي. والله شاك بكلامك والله والله صدق والله العظيم شاك بكلامك بس انا كاني سمعت 8 لتر يعني ها دراسيه ها سليم في اقاويل ادنت المغرب والله مغرب كنت تتكلم عن الانبياء وكذا انا اريد اجلس هناك يا شباب عند الانبياء ها الله المستعان نراعي من هو النبي الذي ذبحه قومه نصفين زكريا او ليس النبي بس هل يوجد نبي قتل ما قتله صلى الله من هو النبي الذي قتله يعني طب مين راح يدين كثير قتلوا يا ناصر يا ياسر أذن يا ناصر يا انت يحيى ناصر صوتك حلو يحيى قتل قومه الله الله صوتك حلو بس لا تنسى الصلاة خير من النوم اللي في النص زكريا قتل قومه سبحان الله شوف كيف توصل مرحلة انه يخترق قومك وانت نبي والله دائما يا شباب على طاري زكريا اذكر قصة حديث لا يمل يا شباب بس خذ راحتك اضطر طلعنا رحلة مع وكان كنت انا وياسين اللي كان في نفس الفريق مسابقة ثقافية في عجيب كان في معرفة من زمان يعني اقول لك مثلا المغرب طالع معي الشخص اللي يقرأ المسابقة بيقرأ من كتاب مسابقات مرتبة على الحروف فقال لنا من هو ابن خالة يحيى عليه السلام ايه قلنا له عيسى عليه السلام طبعا عيسى السلام كل ما نقوله انسى انت يا قال زكريا ننزل مقاطع يا ابني زكريا ابوك زكريا رزق الله بيحيى ايه هو قال ياسين قال يا زكريا انا نبشرك بغلام هذا اسمه يعني ولده قال مكتوب في الكتاب عندي زكريا خلاص معناها زكريا يعني لا تجاوبوني يعني مخصوم عليكم المهم ايوه وراح السؤال ده جاء السؤال اللي بعده ايه كتاب مخبوص على شكله لا شوف السالفة من القائل إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم فياسين قال زكريا الله استعان سؤال ثالث متى توفي زكريا المهم صارت مسكت دي ايه قلت لك الله استعان تورتا قلت لك دي ايه تورتا دي ايه يحيى عليه السلام على فكرة تخيل بلغ من الكبر عتية ومرته عاقر يعني زكريا اقصد راح لخبطنا بالقصة هذه صار كله زكريا فسبحان الله يعني خلاص ما في امل يعني من ناحية طبية ولا من ناحية الدنيوية انه زكريا يرزق الله بولد لكنه يعني يحتاج الى الولد ويريد الولد يعني يريده من قلب صادق شوف سبحان الله انت طيب ربي عشان التورتة شوف الدعاء كيف قوي شوف احيانا التوفيق من الله سبحانه وتعالى للعبد انه كيف كلمات بسيطه تدعي الله بها يفتح لك الله الابواب ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارث الله لا تذرني فردا سبحان الله تدخلني لحالي ذكرتني بموقف حبيبي خاوينا اصلا ابغى اسولف معك السالفه حقتنا ما خلصناها والله هذا بيتخلص الله ها لا لا لازم خلنا السالفه دي ونروح نسولف زي حكايه تنزانيا مدري اوغندا ايه اللي ما تخلص ولا ما خلص السالفه ما الا ما خلصتها بس خلاص هذا عطاري ذا المقطع اشهر مجد ايوب وشو هلا عندك فكره وش ايش اسمه المقطع الاشهر مجد ايوب الاشهر الاشهر لك اللي تحس نفسك على نقطه الانطلاقه
هو ما في جماهيرية، ما تكلم فنية ولا تكلم مضمون ولا تكلم. هو الحمد لله أول مقاطع اللي أنا سويتها في كندا في اليوتيوب، إيه في اليوتيوب من أول مقطع وما بعده توالت كلها انتشرت وكلها هي اللي كانت. تصور نفسك ولا قاعد تصور؟ أنا كنت أصور نفسي. عجيب. كاميرا بسيطة كنت أصور نفسي وكلمات دعوية، مرة عن التوبة، مرة عن الرحمة، مرة عن الجنة، مرة عن النار، وهكذا مقابلة مع مسلم جديد. بعض الفيديوهات بدأت فيها وهي كلها الحمد لله انتشرت فيديو ورا فيديو، هذا 100,000 هذا 200,000 كذا. أنت عشان كنت بكندا عشان كذا أكثر من مليون، مدري مليون 700 حاجة كنت. صح، في أشياء وصلت مليون. اللي خلاني محمد ماجد خلاني كان يعني كان شو اسمه الله يعني غريب وضعه، أنا قلت له حتى ناس ما جايب علامة استفهام، ما يطلع مثلا مع صفقات إعلامية مثل أشخاص إعلاميين تقول آه هذا في المكان الفلاني، ما حد يعرفه في الرياض، مكة، في جدة، ما يدرون فيه. صح. وسعودية برا السعودية بعض الناس قالوا إنه حتى إنه يعني إنه أوروبي. واضح من المشاهد اللي بيصورها إنه إيه لا لا بس أكثر. واضح من اللهجة إنه حجازي يعني. صحيح. أنا ما بس ما 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 اتضح لي كذا. الشاهد رجل صار كذا لابس، قلت يا أخي يعني مثلا عبد العمر واضح أو طلع مثلا مع الغزالي خلاص عرفنا إنه في غربية. ناصر طلع مثلا مع مثلا اي نجم مثلا بحق الرياض واضح انه من الرياض وكذا. قلت لا فصارت انا مسكت انا حتى بقول مجدي يوب بشارك صارت اليوم شفت والله وصولكم وكذا والله جاب يارك والله موجود هذا تحس نص نسخه كذا مو حقيقيه اي والله عجيب. انا اذكر اول مقطع شفته لماجد شفت المقاطع اللي تطلع لك كذا من غير كذا تجيك يعني لحالها مقطع عنوانه ذنوبي كثيره فماذا افعل. والله هذا اول مقطع سويته انا. صحه وعافيه يا عيال. هو اول مقطع سويته. الله يعافيك. صحه وعافيه. سو عرفت في الروح تورته. كيف الاربيز خلاص؟ الحمد لله. كيف وصل لك المقطع؟ الحمد لله على النعمه يا عيال. المقاطع المقترحه الحمد لله. اللهم لك الحمد. الحمد لله. لابد ان نحمد الله على هذا. الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. السلام. اوصيكم الشاهي قبل الشاهي. انا تو اقوله. على اذنكم يا اخواني. تفضل. ترى المفروض اني لا جلست هنا و خذ راحتك يا عيال. بدر وينه يا عيال؟ ايش اقول؟ بدر وينه؟ فكرت من مقاطع مقترحه. انت الذي قديم هذا الفيديو، اول هو اول فيديو سويته الحمد لله يا اخي توفيق الله سبحانه. سبحان الله. الواحد يعني يمكن ما يتوقع ابدا، ما كنت تتوقع صحيح؟ لا انه يكون في هذا الاقبال ولا هذه المشاهدات ابدا ابدا. سبحان الله. الواحد احيانا بعض الاعمال صغيره ما يمكن يحجم عن القيام بها لانه يعني مستصغرها او مستصغر اثرها او يعني ايش يعني اسوي انا في النهايه، انا مجرد شخص واحد مين يطول في الله سبحان الله. لكن الله سبحانه وتعالى يسوقك الى العمل سبحان الله. يعني والله يسوقك زي ما الله ساقك الى مكه تجمعنا، الله سبحانه وتعالى ساقني قبل 5 سنوات الى اليوتيوب يعني. بس طبعا هو يعني مو الواحد يقول يتواكل على الله يقول الله حيسوقني وانا قاعد يعني. انت لو ما دقيت علي قبل 3 ايام قلت لي ماجد اجي ولا لا، وبعدين توكلت على الله وعزمت، كم اجي كم 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 داهم اول ما دقوا عليك ما دقيت علي ولا عزمت، قلت لا ما ابغى خلاص ليش تعب نفسك. ايش اللي حصل؟ كلمني استاذ محمد علي وكذا كذا 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 وفي عدد من الشباب مرعي، والله انا اسم مرعي قد مر علي، قال لي مرعي حق الكيك، قلت والله سمعت بمرعي حق الكيك بس ما اعرفه. وفلان 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 ما عرفت مين معه. وماجد ايوب قلت والله ماجد اذكر اني كلمته مره فان شاء الله رقمه عندي. صح قبل سنه سنتين. وطبعا قال لي عن البرنامج فكره المشروع مشروع التعظيم والجمعيه ومش عارف ايه، بس قلت لا خليني اشوف. اوكي هو ايش اللي وقال لي ايش؟ قال لي ترى نجوميه وشهره الله المستعان يعني. يقول لي هذه من ضمن الاشياء اللي انت حتستفيد منها. ايه او حتستفيدها. ايش كان ردك؟ والله شوف يعني بكل امانه سبحان الله موضوع انا ما احب الاضواء. احسنت. يعني احب اشتغل اوكي خلي اسمي يطلع بس لا تسعى لها جو الكاميرا. ايه جو الشاشه والتلفزيون. ما احبه. انا ملاحظ سبحان الله جو الاذاعه ايش الحلو فيه؟ ما حد يشوفك. صوت يشوفك. صح ممكن يعرف اسمك بس ما يعرفك انت. صح يعرف صوتك. ممكن اسمك يعني يعرف بس انت ما تعرف على يعني قصتك. شوف ايش القصه صارت من طرفنا. قلت لك انا يمكن انه جاء محمد علي البناوي عندنا وقال مين تبغوا بديل ومين تبغوا يصير في فريقكم؟
ايش الاسماء مقترحه؟ قالوا كذا كذا كذا. كان اسمك من عبد الله؟ مين عبد الله عمر؟ الظاهر الظاهر ما حد عرفك. انا ما ادري اسلام فقيه عرفك ولا ماني متاكد، بس انا ما كنت عارف. عبد الله عمر كذا وفي الاذاعه وكذا. قلت لهم من الاخر احنا بنبني خيارنا صح، مين حيفوزنا في المسابقه؟ ماشي احنا. السلام ورحمه الله. احنا لا تعال بعد ما خلص السالفه نرجع سالفتك ذيك، ما نسينا. بعد ما خلص السالفه ذي نرجع سالفتك. اي تحسين نسينا اصلا بنستناه. اي حنقول لك عن الرزق. بعدين فقلت لك انا ايش؟ فقلت له يعني ايش الخيارات؟ فاعطونا ميزه هذا وميزه هذا وميزه هذا. فاخترنا عبد الله عمر، قلنا توكل على الله، يلا اعطينا عبد الله عمر. فان لم يوافق ففلان ففلان، هذا سوينا. بس بعد اصيبه فلان. ايه فعندها ياخذ الراي فلان زي غزوه موت الله المستعان. فبعد ساعتين الجوال يدق، اطالع عبد الله عمر نقطه اذاعه نداء الاسلام، يعني مسجل رقمه عندي. كيف جبتوه يعني؟ لا هو يعني هم قالوا حنجيب عبد الله عمر، احنا ما كنا عارفين مين عبد الله. قلنا يلا جيبه مو مشكله. فدق علي، قلت يا اخي، قلت يعني هل انا قابلته؟ طلع عندي اكثر من 2000 رقم تقريبا، 1000 رقم ناس قابلتهم، ناس يدقوا علي، ناس ما ادري ايش وكذا وكذا. وتسجل حتى اللي ما تعرفه تسجل اسمه. ما شاء الله. طيب تجيني منه رسائل واتساب اقول له بالله انت من الناس اللي اي شوف حتى يرسل لي هو ما يدري من قوه الاخلاص. اي مين تجيني منه رسائل وما داري انه رسائل. هلا عبد الله كيف حالك؟ يلا حي يا شيخ. والله مين عبد الله؟ والله انا ما ادري عبد الله مين. هلا على طول قلت له هلا عبد الله، كنا عارف. هلا ماجي، ايش رايك اجي وانا ماجي؟ قلت له استخير. قال ايوه حستخير. قلت له رايي الشخصي تعال، والله مكسب لك، وان شاء الله تتقدم رساله، وان شاء الله تستفيد، خلي النجوميه، خلي الشهره على جنب، قضيه الدعوه الى الله سبحانه. كيف قلت لك؟ الدعوه الى الله، خلي عندك هدف الدعوه الى الله. شو سبحان الله، انا يعني اقول خيره الرجل هذا جاء، والله خيره لك وخيره للناس باذن الله، والله توفيق من الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله تبارك. سبحان الله. يعني في مواقف كثير كذا الواحد لما يفتكرها يعرف انه اراده الله غالبه. الله اكبر. والله ولا كنت شوف يعني كان عندي تلفزيون، جلس فتره الين غبر تمام. بعدين فصلته وجلس، بعد ما فصلته غبر ثاني. يعني التلفزيون في حياتي تقريبا هو عباره عن حاجه تقريبا لا وجود لها، منقرضه. لما اكون في البيت كذا عند الوالد عند الوالده يكون التلفزيون شغال ذاك الوقت اشوف. بس في بيتك انت عند زوجتك كذا ما عندك؟ ما عندي زوجه لسه. ما عندك زوجه؟ عجيب. يبغى لنا سالفه ثانيه ذي. فش اسمه؟ عجيب. شباب اللبن يعطش ولا لا عندكم علوم؟ لا يعطش بس يشرب بعده مويه، يشرب مويه بعده. يعني هو يساعدك يقولوا ما ادري والله عادة. لا اذا يعطش انا عشان اكلت لحم فاظني. لا لا اذا شربت اللبن عادي ترى، يعني بالعكس هم يقولوا انه اذا شربته على قبل الفجر يحميك من العطش في النهار. يقول بسم الله. الله يسلمك. فش اسمه؟ ولا حتى يعني بدايه اني جلست كذا اشوف بدايه متقصد اني اشوفها والله ما اذكر. كله كذا يعني يكون جالس كذا في البيت في الصاله كذا وشغال التلفزيون. يعني ناس تمام يعرفوا بدايه وعلى علاقه مع بدايه ويحاولوا، يعني في ناس يتمنوا يكونوا في هذا الموضع ولا وصل. ورجل لا بس قاعد اطلع فوائد يعني. ورجل والله حركات تحس نفسك في كتابه. اي شوف قاعد اشرح الكتاب الحين انا، انت تقرا كتاب وانا اشرح منار السبيل. اساطير بدايه. رجل يعني ما يعرف عن بدايه ولا يتابع بدايه وجو لما عنده تعال تجي الفرصه. سبحان الله. هذا الله اصطفاك والله اللي اختارك. الله انت محتاج. شوف سبحان الله ايش قال سليمان عليه السلام لما جاء العرش، هذا من فضل ربي ليبلوني. ليبلوني ربي ليبلوني. سبحان الله. يعني شوف في مواقف كثير، عده مواقف. يعني الاذاعه، كيف دخلت الاذاعه؟ صاحب نداء الاسلام صح؟ قلت ما شاء الله. اتصل بالشيخ محمد المغربي، تعرف الشيخ؟ لا ما ادري الحرام اظن حيجينا يوم. اتصل بيوم سبحان الله خبرني انه في برنامج هو يقدمه، البرنامج 3 حلقات في الاسبوع، وانه اداره الاذاعه طلبت منه انه يسلم واحده من الحلقات او ثنتين من الحلقات لشخصين مختلفين بحيث انه يكون هو يقدم حلقه وفلان هذا الثاني يقدم حلقه والثالث يقدم حلقه. ايوه اتصل علي
قل لي ايش رايك تجرب يعني مجال النظام. قلت طيب جربت. جرب يا شنب. جربت عجبني الجو. البرنامج كان اسمه اهل القران. سجلت تروح تقابل ال طبعا ايوه في البدايه انت بعدين خلاص في جهاز اسمه ناس ايش اسمه كذا ايوه شو سوي الجهاز ده؟ مسجل. حلو. فانا اروح للشيخ يعني في مكانه تكيه كذا فعجبني الجو. خلال السنه قدمت فكرتين لبرنامجين كذا من باب انه فكره يعني. وفاجئ من اخر الدوره الاولى اللي اشتغلت فيها اني مدعو لاجتماع مع اسره الاذاعه المتعاونين مع هذا وكذا وانه في ثلاثه برامج في الدوره القادمه انا حقدمها. عجيب. كيف؟ شلون؟ يعني توفيق. وكان هذا سبحان الله. والله لا تقول لا تخطيط ولا اني كنت يعني حاطه الموضوع في بالي ودورت ومش عارف ايش وكذا. سبحان الله. حتى والله سبحان الله احيانا يعني ناس كذا تشوفهم تتعرف عليهم في ظروف يعني في ظروف غريبه يعني او كذا بشكل صدفه سبحان الله. مره كنت انا اضطر بس اطلع وانزل انا فرش اسناني قبل ترى عادي ما يفطر تفرش اسناني بس ممكن لا سمح الله. طيب لا لا ادخل في تفاصيل بصراحه اقسم بالله اني بشمت وبمشي اقعد امشي شويه ما شاء الله في طريق كويس للدور الثالث انك تنزل للدور الاول لا 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 وتطلع للدور لا لا انا اروح اسدح فوق السرير واحرك رجولي خلاص يلا بعد اذنكم حياك يا اخي سبحان الله. يعني حضرت مهرجان ما ادري مؤتمر حاجه كذا فعاليه في جده ابو يوم واحد واحد من الشباب اللي ما شاء الله تبارك الله نجم كان موجود في ذيك الفعالية ألقى كلمته كذا ونزل وخرجت أنا من المكان وكنت مواعد مين الدكتور عادل بنعمة الله يسعده نعم في مقهى كذا في جدة ورحت وقفت عند المقهى أبى أنزل ولا نفس هذاك النجم البني آدم ذاك اللي شفته في الفعالية يدق لي القزاز في السيارة. السلام عليكم، عندك اشتراك؟ السلام. اصنع لك اشتراك يا شيخ. وقمت ادور في الشنطة ايوه لقيت الاشتراك ما ادري فين، طلع الاشتراك خربان حتى. لكنها كانت سبحان الله بداية يعني كيف معرفة. سبحان الله. ومشيت يعني الشخص اللي كان معاه في السيارة يعرفني مع اني انا ما عرفته يعني. حلو. ومشينا سبحان الله. شوف يعني انا الشيء الغريب اللي حصل معايا انه في النشاط اللي عندنا في مكة كان عندنا برنامج عن الإعلام الجديد. والله في الخميس اللي بعد اللقاء ذاك كان يمكن يوم ربوع خميس حاجه كذا. فخلال اسبوع حيكون عندنا برنامج عن الاعلام الجديد. فقعدنا نفكر ايش نسوي في البرنامج. فجت فكره قلت هذا البني ادم خليني صح اخذه في اتصال يعني يكون في اضافه حلوه باعتبار انه نجم من نجوم الاعلام الجديد وكذا. واتصل على واحد صديق مشترك. السلام عليكم، ممكن تكلم لي فلان عمر حسين. تكلم لي عمر انه نبغى شو اسمه نستضيفه في هو التصفيق. عمر كان يبغى يشترك؟ اي طاح رجع حاول قال لي طيب اكلمه واعطيك خبر. اذا جاي يقول لي اتصل عليه. قال لي والله كلمت عمر وقال لي ايوه عبد الله اللي طلع الاشتراك منه. قلت له ها كويس يلا اعطيني رقم الرجال. اعطاني رقم. وكانت المداخله الهاتفيه ذيك جميله جدا سبحان الله ومناسبه كذا للبرنامج ذاك اللي حصل انه انا قبل البرنامج بكم يوم حصل موقف غير متوقع وقابلت فيه ذاك الرجل. فكذا مين اللي دبرها هذه؟ سبحان الله مكتوبه لك. الله سبحانه واتوقع انه اي احد لو فكر كذا في نفسه كذا حيشوف
حيلقى كذا اشياء. انت شوف تخيل انا لما بديت خمس سنوات في كندا يعني بديت يعني طبعا يعني كان عمري 22 سنه تقريبا. هذا كلام قبل كم؟ خمس سنوات. خمس سنوات تقريبا؟ اي احسبها عاد. خمس سنوات، خمس سنوات ونص احسبها عاد مو مشكله. يعني يمكن ست سنوات. قصدنا لخبطنا دحين. ايه قصدنا لخبط زود نص سنه. والله استغفر الله. زي امس قاعد نحسب في تفتكر في يا اخي لازم الحركات الهلوه. ايه امس سالونا سؤال فهو يقول لا هي قضيه ارتب بالتواريخ فيقول لنا هذه في ايش يقول 600 وهذه 150 600 وهذه 123 نقص 650 وسط من بس ضحكنا ضحك انا والشمراني ما ادري جانا ضحك وقتها سبحان الله ضحكنا ضحك الى ما تساور الشمراني نضحك وهذا يقول احسب لا لانه فعلا لا عشان الشمراني كان مركز مركز وانا مركز نبغى نسمع منه فهو هو جاد يقولون الشباب نقصوا لنا 665 مثلا 656 ناقص 132 ناقص 132 سقوط الدوري العباسي وقيام الدوري العباسي ناقص 132 انا الشمراني طالع كذا طالع في الشمراني يلا احسب فالشمراني ما هو عارف احسب فضحك لا حول ولا قوه انا عموما يعني شوف سبحان احيانا الواحد يكون مسرع بالسياره ويلقى نفسه فجاه كذا قدام رصيف مثلا او مفرق او حاجه كذا ويمشي كذا ويطلع ينجو منها ولا هي كانت يعني حادث محقق. تذكرت في مره سبحان الله هم الناس اللي طبعا هذا عند الاشاره يعني اول واحد عند الاشاره خلص افتحت الاشارتين صارت خضر ابي امشي سبحان الله دقيت بوري اول واحد تخيل ضربوني عاد ابي امشي كذا طبعا انتم كرام نفس انشبت كذا ما حركت على طول كذا مش اللي جنبي على اليسار اللي على سياره جايه تصدم لا اي والله العظيم حتى ما كان قوي الحادث سبحان بس يعني بس يعني سبحان الله والله مجرد بس بنزل رحت قلت سبحان الله وبعد كذا واروح احيانا في اشياء تصير سبحان الله تستغرب تقول سبحان يا اخي ياما وانا اسوق شفت قاب قوسين او ادنى من الصقعه خلاص يعني صقعه صدمه شيء تصير لك المواقف هذه بس الله ينجيك منها كذا وانت حتى انت على قولتك تخيل الصدمات والاشياء اللي الله نجاك منها وانت ما تداري اصلا صحيح اخي سبحان الله والله ما ادري هذا السوء اللي صرف عنك وانت ما تدري والله صحيح. يا شيخ حوادث السيارات ترى سنويا عندنا في السعوديه يموت ما يعني ما يزيد عن 12,000 لا اله الا الله الاحصاءات الرسميه تقول يعني كل يوم كم شخص؟ يعني 10 تقريبا 1000 1000 قسم 1000 30 يعني كل شهر 1000 هو كيف هو احصاءات رسميه تقول 6000 7000 سنويا طيب انا قبل دكتور كان عندي فيديو عن حوادث السيارات قبل دكتور طبيب متخصص قال هذول 6000 و7000 الاحصائيه الرسميه من المرور اللي يموتوا سنويا من حوادث السيارات 7000 هي تقريبا هذه اللي يموتوا لحظيه الحادث او خلال ساعه ساعتين من الحادث ما هي داخله فيها اللي يموت مثلا بعد ما يروح مستشفى خلال 24 ساعه خلال 48 ساعه ضاعف الرقم طبعا هذه غير الاصابات نتكلم عن غير السيارات اللي تروح فيها خلي السيارات يا شيخ الاصابات انت تتكلم عن عشرات الالاف من الناس صح. يعني ما يزيد عن 10,000 شلل في شلل صح غير الاصابات الله. انت تخيل انك تكون انت ولا اهلك منهم سنويا يا رجل هل على راسنا ريشه احنا؟ هل احنا على راسنا ريشه؟ انا واهلي واحبابي على راسنا ريشه؟ زينا زي الناس يا رجل ممكن انت في اشاره قاعد ويجيك واحد يسقطك وبس وانتهى الموضوع بس هنا القضية كيف التعامل معه؟ أنا ودي نتكلم عنه كيف الواحد يجنب نفسه يعني طبعا تسوق مضبوط تسوق مدري إيش قلت لك أنت في إشارك واحد يسقعك لازم تعامل وعلاقة مع الله في النهاية حتى لو علاقتك حلوة مع الله الله قد يبتليك لكن عموما إذا علاقتك مع الله قوية وأخذت أسباب معينة مثل الدعاء يصرف البلاء صح. كما قلنا ذيك المرة الأذكار الصدقة والأذكار هذه والله في امور كثيره يعني ترى احيانا يعني دائما اقول النقطه هذه لو انها كان يعني نحت شوي عن جان الموضوع اتكلم عنه يا اخي بعض الناس يا اخي عنده القدره انها يعني يبغى ياخذ بس ما يبغى يعطي يعني مثلا يا رب ترزقني مثلا 1,000,000 ريال ممتاز
عشان يصير معي مليون ريال. بعض الناس يقول يا رب يصير معي مليون ريال عشان اعطيها ماجد ايوب. الله بعض الناس كذا معطاه يعني. الله يرزقك مليون ريال حتى تعطيني. اه وياك وكلك ديل يا اخوي. تتجاوز كلها صحيح يا اخوي بلشنا فيك يا اخوي. معطيك مليون عشان يمكن تنسحب ولا شيء. ما شاء الله. شو اسمه يعني طراها وشو؟ طراها بعض الناس يسوون اعمال، بعض الناس يعني يسوي عمل يقصد به الخبيئه يعني وكذا. يعني مثلا كيف اليتيم بدون ما حد يدري خبيئه. لكن بعض الناس عندها مثلا ادوار يسويها حتى ممكن في عملك مثلا، انت عملك مثلا في الاعلام مثلا في الجهه اللي تشتغل فيها. تلقى مثلا عنده مثلا الخبيئه هذه مثلا انه ما يدخل في جدليات مع احد. احسنت. يعني ترى بعض الناس يتصور ان لازم تسوي عمل المختصر عمل الخيري انه مثلا انك لازم يكون عمل المعتاد مثلا صدقه كذا كذا صدقه تبرع. ترى مو بالضروره ولا هو بالضروره يكون على الناس الفقراء. صح. بعض الناس يتوقع يا اخي مثلا تعطيك اعطيتك كاس مويه مثلا يا اخي ترى ما شاء الله عليه عنده بخير، انا عارفنا بخير بس انا اقدم كاس مويه مو بالضروره في كل كبد رطب اجر. صح. يعني مو هو مقتصر على احد. هذا الشيء خاصه في التعامل، في التعامل ترى التعامل هذا امر انا اشعر كذا ان تعاملك الشخصي يسوي لك بركه بحياتك. طبعا. يعني بعض الناس يقول مسوي محترم، لا 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 بالعكس. واحد يسأل مثالي ما يقول ما في، خلك واقع فعلا خلك واقع، بس انت تسأل مثالية عشان تجاورها يعني تصير جنبها، يعني مو خلاص ترضى وتقنع بالقليل وخلاص وتكتفي. واثقل يا شيخ، اثقل ما في الميزان ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الصلاة ولا الصوم ولا الصدقة. اللي الحين انا لو بقول لك الحين مثلا اي موعظة وتأثرت ورد تتوب الى الله وتحسن وضعك، غالب الناس يفكر يلا الصلوات والمدري ايش واشياء معينه، وكويس لازم لابد صح فرض، بس يغفلون جانب معين اللي هو اثقل ما في الميزان حسن الخلق. صح. حسن الخلق. انا الحين مع عبد الله اضحك له مثلا، اتكلم معه، اساله عن احواله، هذا اعظم شيء في الميزان. ليش على قولتك يا اخي خل حتى اخلاق حسنه مع الفقير والغني. صحيح. بس هنا يقول أنت قاعد تتزلف لهذا غني. لا يا حبيبي، كل واحد نيته، كل واحد طالع الناس بعين طبع. أنا حبيبي والله ما أبغى منه ريال ولا أبغى منه شيء، أنا لله سبحانه وتعالى. قد يكون غني هذا أصلا يحتاج منه يدخل السعادة في قلبه. على طاري الغني سبحان الله يا أخي فيني طبع غريب استغربون يا أخي، ما أعرف أتعامل مع الأشخاص الأثرياء كذا. الأثرياء؟ ما أره ما أعرف يا أخي. تتعامل مع الناس اللي زيه سبحان الله. زي زي عبد الله عمر مرة. يمكن أشيلك زي ما تعرف جامل. أنا ما جامل. ما أعرف يا شيخ. أنا ما أحب أجامل. مرة يعني سوى لي دورة تسويق عند أخوي عند مؤسسة إعلامية كبير. كان بيسوي لك دورة تسويق. ما أدري إيش، دورة استمرت 3 أيام. يذن الحين. باقي 10 دقائق والله. بس قاعد أشرب أقول. سوى لي دورة تسويق وقال الله الحين روح. روح نبغى الآن. وصرت أقابل ذول المسؤولين وكذا. رحت بعضهم زاد كلام زمان والله بيني بعضهم يا اخي متعب مو كلهم. صح. بعضهم يا اخي لازم تسوي شيء كذا غير مشروع عشان يصير صديقك وعشان يحبك وكذا. يعني مثلا نكت لازم تضحك ودري. لا ما مره ما اعرف يا شيخ. قبل ما تقول لي قصه قلت لك شكلك ما تجامل زي انا مره ما اعرف. انا صرت بس ما اعرف لطف في موجود. يعني شوف انا عاملك زي ما عامل عبد الله وزي ما عامل ناصر كذا. والله يا ماجد اما تقول لي اقول لك مره طال عمرك. لا يا حبيبي ليش اقول لك طال عمرك نهائيا؟ طال عمرنا كلنا في الطاعه يا رب. انا واحد تعال قال لي ابغى قدم ليها على ملف هذاك الاول ما في كانت التقنيه وكذا يعني يقدر واتساب ما اقدر اقول على ملف. ما يقول عمره ما ادري شو من ايام ما قبل التقنيه. اي ترى والله من اول معلش قلت سالفتك عشان السؤال هذا من اول بسر كم عمرك؟ لا كم تتوقع؟ ما حد داري كم تتوقع؟ لا لا حولك ها؟ حولك لا وين حولي؟ ازود 20؟ وين 20 حرام عليك؟ شوف انا اتوقع بس جاوب ها؟ 38 لا عاد مره بالغت شوي الله يهديك والله؟ زين 35 يعني؟ لا 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 انزل تحت هذا تحت اي تحت 32 هي تحول السالفه 30 تقريبا والله ما اقدر اقول اثرياء اقول بس ترى من سالفتك ذيك لا 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 كانه انت 40 شوف اعطيك شيء اغلب النجوم بدايه صغار في السن عرفت كيف؟ من 20 يعني مثلا 20 معنا زملاء معنا واحد هنا عمره 20 سنه صح يعني ما فيها شيء ف 20 سنه هذا قبل توبس يعني 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 كيف هذا 24 سنه بيامر عليك يا ماجد؟ 1416 اللي هو 20 سنه؟ رخصه راح تطلع رخصه قالها هو عارف هو قالها انا بس بقول شيء فانت لما يصير هذا 24 سنه يعرف انك اكبر منه وكذا ويتحرج ترى بعضهم وكذا عرفت كيف؟ برضه حتى في اشياء فنيه معينه ما لها بضروره الناس ما هي بعارفه يعني ما تلزمه يعني
طيب ايش سويت مع المسؤول ذا؟ ايه اقول لك اخر شيء جيب هذه حط هذا اخر شيء قلت والله اسمع انت رجال تبي ترعى حياك للاخر اعطينا ما تبي ترعى والله العظيم ولا حجيب ولا حط وكذا لا 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 تسوي فيها وكذا من المواقف برضه هذا واحد من اخوان الكبار كلم واحد قال لها بيك تجين طبعا اخو نفس الموضوع اشد مني اخو الكبير محمد قال لها عندنا نادي في الخرس من نادي الكوكب قال انا صراحه ابغى ادعمكم وكذا راح له بعظم الله هديه يا اخ متعب راح له قال له سام انت دقيت وكذا قال والله يا ابو عبد الله بصراحه انا يعني انديه وكذا ما لي رغبه قال لي انا ودي بيع كفاله الايتام والصدقه قال والله بيض الله وجهك ابد يقول حسيت ان الموضوع صار تشخيص يعني قال مره راح الدوام طبعا هو زميلك في نفس ناظر لوحه مؤسسه مدري ايش الخيريه وقف عندهم قال اعطوني كل الايتام اللي عندكم كل اعمال خيريه قال عندنا بير في سريلانكا عندنا بير ما ادري وين فيه في افريقيا قال ايتام قال فيه ايتام في سوريا ايتام في تركيا ايتام في ما ادري وين ايتام في افريقيا ايتام سعوديين قال اعطوني اياهم كلهم جهزها حطها عنده راح له ورايح الدوام كذا قابل واحد في الدوام ظن اتوقع انه امن وكذا راتبه بسيط جدا سمع الاوراق هذه قال وش هذه؟ قال لا خلها بس لان راح حماه يعني ما وده قال ياخذ تحرمني الاجر قال وش قال اقول هات عب الاستقطاع عباها هذا الموظف بسيط اتوقع ان امن راتبه يمكن ما يتجاوز 4000 ريال صح وراح لهذا قال انت قلت ايتام ما ايتام وكذا قال هذا يتيم افريقي وهذا يتيم سريلانكي وهذا يتيم ها قال لا والله بصراحه انا اعمال الخير احبه لكن افضل ابناء الوطن الاقربون اولى بالمعروف موجود والله قال الله بصراحه يعني يعني الوضع وكذا الحمد لله احنا ببلد خير توقع الحاجه برا وكذا طيب تكلم من اول يا اخي ايوه تكلم من اول قال اسمع ليش البطيخ ذا كله لازم والله الخير قال شوف والله العظيم الله يحسن لنا النيه انا والله داري انك بتقول هالكلام وكذا انت ايش دق علي اصلا من الاساس يعني صح ايش دق علي من الاساس ليش توجع راسي وكذا فاستغفر الله الحوادث هذه يا رجال يا اخي انت تدعم تخيل في اوقاف يعني مثلا وقف قيمته 10 مليون مثلا فيجي دق واحد مثلا هاي قصه حقيقيه صارت يجي دق واحد يقول هم جمعوا مليون باقي 9 مليون يجي دق واحد مثلا يقول يلا 9 مليون باقي علي خلاص تاجر عنده فلوس اكيد ايه والحمله خلاص هذا هو عندنا حمله انتهى الموضوع خلاص جاء بعد اسبوعين بشهر طبعا يكون هذا الكلام في محفل وكذا ولا يا محفل انا اقول او يمكن وقت لحظه ايمانيه يمكن لحظه ايمانيه بس سبحان الشيطان يدخل بعد طب اسبوعين شهرين يلا وين 9 مليون والله غير رايي يمكن يعطيهم 100,000 يا رجل احنا وقفنا الحمله كنا وقفنا حمله عشانك زي حتى افتكر مره طه ما صار لي انا بس يعني اعرف اللي صار وبالفعل تورطوا يعني غير انك انت تراجعت عن كلامك انت وقفت الخير وحتى مره افتكر زي كذا في حمله كنت انا قاعد برضو اديرها عن وقف معين ففي واحد فجابوا تاجر قال انا ما ادري ايش طيب قال نسقوا معي قال طب انت كم حساب قال حساهم بكذا وكذا 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 ممتاز طب خل ايش نسوي مداخله لك في القناه عشان تشج قال خلاص تقول لي ذاك اتكلم في التلفزيون الثاني انه عمره كذا مين الواحد ذاك اي قال معي قال قال عادي قالها لما عشان لانه فهد السعيره استضاف معن في برنامج قبل سنوات ومعن كان في متوسطه صغير كان قد كذا لا بس. ما هو معن في واحد ثاني كمان. خلاص الله يستر طيب اوكي ايش القصه؟ والله دق هذاك واحنا في البرنامج قلت له تفضل تفضل حياك الله قلت حتساهم معانا قال ايوه قال ايش حساهم؟ فلان فلاني وكذا قلت حيساهم معانا قال ان شاء الله لا خير ان شاء الله احنا مساهم معكم طيب ايش؟ لا ان شاء الله مساهمين زي كذا خلاص طيب اجل مع الساهم ما اوضح فبدت بعدين دقيت على الشاب بعد اسبوع اسبوعين كم ساهم؟ يا رجال والله ما اعطانا الا مبلغ بسيط يعني كذا ذر للرماد على العيون عرفت؟ بس هياط انه انا طلعت في القناه وانا دقيت طيب ليش؟ يعني الوقت هذا ال 30 ثانيه ولا دقيقه كان غيرك اولى به ليش تهايط؟ لذلك الحين ترى دائما يعلن عن ارقام في بعض المهرجانات او بعض المنابر مثلا يقول والله تبرع من
عبد الله عمر بمئة ألف ريال. ما أكبر. ما يطق الحماس يدخل الساق وتدخل بغراض دنيوي أحيانا 200 بعد ال أو بكرة بعد بكرة تسأل وش اللي دخل في الخزينة الهالجهة هذه تجدها مثل يمكن 20% 30% الباقي إلى حقهم وراهم يلا وينها. وفي المقابل يوجد أثرياء ما شاء الله تبارك الله يعملون في الخفاء. الله أكبر. يكون الملايين. يا سلام عليك. مليار. ما حد عرفهم اصلا والله اصلا كانوا يجلسونك اصلا ما ادري عنهم. والله رجل رايته الله في المنام ولا في الحقيقه. والله دخلوا اليومي بالملايين اليومي معروف. اليومي معروف معروف جدا. طيب ما شاء الله ما شاء الله ما عرفته يا اله الا الله. والله ما عرفته. ثم بعد ذلك عرفت من احد الناس اللي ايش لدوا ايش يسوي ايش الادوار اللي شفتها وام شفتها يعني كان متواضع ولا يدعم ولا ايش كان وضع. ملابس عاديه جدا. تعامله مع ناس تعامل رجل متواضع جدا جدا. شوف في ناس يتكلفون بالتواضع في ناس بغنى ايه في ناس بغنى في ناس ايش كذا يمكن كذا سكرتير عنده تلقاه اجي كذا كذا وقت تجي انت تقرب وانت وماد يده كذا وحاط اشمار كذا والرزة كذا يا خير ان شاء الله تنزل من قمر ولا ايش وضعك ويتكلم انا 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 ليش طيب ليه فسبحان الله. شوف الفرق ايه كمل كمل وسبحان الله. بعدين مره كلمته في موضوع كذا انا قال لي انا لا ارى نفسي يعني انا في بدايه الطريق الله اكبر. العجيب ان هذا الرجل يتصدق الله ينفق. نعم المال الصالح في يد العبد الصالح حيث ربح وصل. نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. صحيح. إذا الله رزقك مليارات وأنت صالح وتتصدق نعم المال وبدون لا فخر ولا خر ولا شيء. الله أعمال في السادس. حتى واحد من الصحفيين يعني سألني تعرف فلان اللي هو يعرف فلان هذا قلت له إيه أعرفه. قال لي طيب كلمه في مشروع خيري هو اشتغل فيه والمشروع هذا يعني عرف انه هو اللي سوى فممكن بس تخليني نتواصل معه عشان بدي انزل عنه خبر. تدرج ما بيطلع عني خبر. الله اكبر. لكن ايضا يعني ان تبدو صدقاتي فنعم ما هي. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر يعني راى فقراء وقال يعني ائتوا بالصدقات. وحتى الشخص الذي بادر يعني بادر شخص واخرج مبلغا ولا صح. اخرج دينار معين فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من سن سنه حسنه كان له اجر مثل من تبعه ولا ينقص ذلك مجورا شيئا. فبادر الصحابه كلهم حتى امتلا يعني الذهب والمال عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم فسر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وضحك. صحيح. فلا يمنع ايضا التنافس انه يلا يا ناصر انت تدفع 1000 وانا ادفع 1000 ونظهر عادي لو في احد حيقتدي فيك. بالعكس حتى بس هو كان انا جبت السالفه هذه عشان يعني احسن انه جانب ثاني جانب اخر غير نعم جانب الناس صح. اللي جانب المظلم حقي وانا جبت هذا عشان ابين لك انه حتى السر نعم. في جانب الابداع صحيح. ايضا صحيح. الله يصلح الاحوال.